السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى منصور، رئيس منتدى في كل دقيقة حقيقة. الجمعية معروفة عند الجميع، معروفة عن الصعيد الوطني وعن الصعيد الدولي، بالحكم بأننا عندنا فروع، 8 فروع في أوروبا و16 فرع داخل المغرب. الحمد لله الجمعية كما كتعرفوا راه جمعية خيرية، وجمعية كتشتغل على ما هو اجتماعي وكتدافع على الحقوق ديال الساكنه. الحمد لله كما كتشوفوا المبادره هذه، قبل منا داروا ثلاثه المبادرات من البدايه قبل من رمضان بواحد يومين، ودابا هذه المبادره تقريبا الرابعه، اللي غدا ان شاء الله غتنطلق في الصباح، تكون فيها 150 قفه غتفرق في المنطقه ديال لساسفه. كما كتعرفوا الجمعيه ليس لها اي انتماء سياسي، حنا هذا العمل عمل خيري، عمل يعني كنعتمدوا على المحسنين وعلى الاعضاء والمنخرطين ديال الجمعيه، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا اللي تعاونوا معنا هذا العام مزيان. علاش؟ لان هذا العام هذا ماشي بحال العام اللي فات، كانت كورونا وكانوا الشركات كيعاونونا بكثره، ما هذا العام بعض الشركات ما كيعاونوش على قبل بان كاين يعني كاين انتخابات المقبله، الناس كاين عندها هذيك مساله شخصيه ديالهم ما يمكنناش. حنا الحمد لله اليوم اعتمدنا على المنخرطين ديال الجمعيه بكثره وعلى المحسنين. عندنا هذا العمل اللي غنقوموا به هو عمل خيري، دائما معروفين بهذا العمل هذا، والعمليه ديال تسليم هذه القوفه في الساكنه كتكون واحد اللجنه تدور على الناس، كتعرف يعني الناس اللي محتاجه، عرفوا حنا كلشي المغاربه كيعرفوا الناس كلها محتاجه في هذا، لان كوفيد الناس ضرات بزاف، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. وكما كتشوف استاذ القفه عندنا راه كتحتوي على الزيت وعلى الدقيق وعلى الزبده وعلى القطنيات، العداس، الحمص، وعلى المربى، وعلى اتاي، وعلى السكر، والحمد لله. حيت القفوف كيختلف وكل قفه كيفاش كتكون عندنا، داكشي على حساب، حيت كل وقت اش كنتقداو، بعض المرات كنتقداو المربى بكثره، بعض المرات كنتقداو يعني العدس والحمص بكثره، كنتقداو الزبده، هادشي كيختلف على المنتوج اللي حاصل عندنا، داكشي علاش كتختلف من قفه لقفه. والحمد لله ان شاء الله راه حتى المناطق الجبليه كنا مشينا في الايام ديال سقوط الثلوج لواحد الدور اللي لقيناه يعني كيعاني بزاف كما كنقولوا، واحد السيد راه تطوع بواحد 50 قفه، يعني 50 عائله. ان شاء الله غنتمنوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نديوها لهم، لا سخر الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله كما شرت في البدايه، ثلاثه المراحل اللي دازت فرقنا على الناس خارج على يعني لساسفه، ولساسفه تركنا لهذ الحصه هذه لساسفه بالضبط، وان شاء الله مازال غنشوفوا المناطق المجاوره ديال لساسفه بمقاطعه حي الحسني. وحنا راه كنشتغلوا عن صعيد المقاطعه، ودائما كنعاود نكررها، حنا ما عندناش شي انتماء سياسي، من حقنا الدستور عطانا نمارسوا حقنا في السياسه، ولكن الحمد لله هذا العمل هذا كنديروا عمل خيري، وهذا الشيء علاش كيتيقوا فينا الناس وكيتيقوا فينا المحسنين اللي كيتعاونوا معنا. رحيم مبسوط عبد الرحمن، رئيس جمعيه تكون رئيس جمعيه كل دقيقه حقيقه فرع النسيم. اول حاجه تنشكروا السي مصطفى منصور على هذه البادره اللي تنشكر الاخوان ديال المنتدى، والحمد لله ان شاء الله غدا ان شاء الله غنقوموا بواحد توزيع هذه القفاف بليساسفا، واحد جوج ثلاثه، وان شاء الله اثنين ان شاء الله ولا ثلاثه غنقوموا بالنسيم ان شاء الله. والحمد لله كما تنشوفوا هاد القفاف هادو، الحمد لله اللي فيها الزيت السكر كما شرح لها مصطفى قبيله، فيها جميع انواع ديال اللي تتخص المواطن البسيط، المواطن البسيط. وتنشكروا السي مصطفى منصور، وشعارنا الله الوطن الملك. السلام.